بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 63. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العمارية في ضياح الرياض، ويسألها بل ويسأل في أسئلتها المستمع من ألف عين ألف. يقول: أنا شاب تقدمت لخطوبتي من بنت خالتي، وبعد أن تقدمت لخطبتها تبين لي من أمها وأمي أن أخاها الأكبر منها قد رضع من أمي أكثر من 7 رضعات مشبعات، علما بأنني أكبر منه بما يقرب 5 سنوات تقريبا. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل أخته الأصغر مني والتي لم ترضع من أمي وأنا لم أرضع من أمها، هل يحل لي الزواج منها أم هي بمكانة أختي من الرضاعة ويحرم علي الزواج بها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. إذا كان الواقع ما ذكره السائل فإنه لا تأثير للرضاع على أخت المرتضى، على أخت المرتضى من أمه، فيجوز له أن يتزوجها ما دامت هي لم ترضع من أمه وهو لم يرضع من أمها، فإن الحكم يختص بالراضع فقط ولا ينتشل على إخوانه وأخواته، فله أن يتزوج هذه المرأة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، كما تلاحظون تكثر الأسئلة عن الرضاع، ولعل الناس يبحثون عن ضابط يتقيدون به في هذا الموضع ويرجعون إليه كلما مرت عليهم حالة رضاع. هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فهذا مقياس واضح أن كل ما حرم من النسب كالأخوات والبنات والعمات والخالات وبنات الأخوات وبنات الأخوة والبنات وبنات البنين وأولاد البنات، كل ما حرم من النسب فإنه يحرم نظيره من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. فيطبق هذا الضابط النبوي ويعرف الحكم الشرعي. ولا شك أن مسائل الرضاع مسائل متشابكة ومتشابهة، ولكن بالرجوع إلى أهل العلم اتضح الحق إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لأخوان المتراضين سواء كانوا أصغر أو أكبر، هل تمتد الحرمة إليهم ولا؟ نعم، من أرضعت طفلا في الحولين أو طفلة، أرضعت طفلا أو طفلة في الحولين 5 رضعات معلومات، فإن هذا المرتضى يكون ابنا لها وابنا لزوجها، وتكون أقارب الزوج أقارب المرتضى وأقارب المرضعة أقارب المرتضى. هذا هو الضابط. من أرضعت مولودا 5 رضعات معلومات في الحولين فإنه يكون ابنا لها وابنا لمن ينسب إليه لبنها بحمل أو يطئم، ويكون محارم الأب من ينسب إليه اللبن ومحارم المرضعة كلهم محارم لهذا المرتضى، ولا فرق بين المتقدم والمتأخر والمشارك له في الرضاعة، لا فرق في ذلك. وكذلك زوجات من ينسب له اللبن أولادهم زوجات أخرى، أولاد من ينسب له اللبن زوجات أخرى يكونون إخوة لهذا المرتضى،
بجميع قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رسالة من مجموعة من المجتمعات رمزنا إلى أسمائهن بالحروف ميم باء سين من دمشق. يسألنا جمع من الأسئلة. في السؤال الأول، هل صلاة الرغائب التي تصلى في شهر رجب صحيحة أم أنها بدعة؟ لا أصل لصلاة الرغائب التي تصلى في شهر رجب، وكل ما يروى في فضل الأعمال في شهر رجب خاصة لا أصل له ولا دليل عليه. شهر رجب كغيره من الشهور إلا أنه شهر حرام من الأشهر الحرم. أما أن يخص بصلاة دون غيره أو بصيام دون غيره أو بأي أعمال خاصة برجب فهذا لا دليل عليه ويكون من البدع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما تفضلتم شيخ صالح، يكثر السؤال عن الأعمال التي تقام في رجب وتؤدى في رجب كالزيارة المسمى بزيارة الرجبية وكذكرى الإسراء والمعراج وما أشبه ذلك، لعلكم الله في الشيخ صالح. الزيارة التي هي زيارة المسجد النبوي، زيارة المسجد النبوي الشريف، هذه مشروعة كل وقت الحمد لله، لا تختص بشهر رجب. من أي وقت زار المسجد النبوي وصلى فيه فإن له 1000 صلاة بالصلاة الواحدة. هو أحد المساجد الثلاثة التي تشرع زيارتها السفر إليها: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا توقيت لزيارة المسجد النبوي الشريف، هذا على حسب ما يتيسر للمسلم في أي وقت. وأما الاحتفال بالإسراء والمعراج فإنه بدعة قبيحة، لأنه فعل وحده، قد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وهذا الحديث يعلن على الملأ في كل خطبة جمعة ويسمعونه، وفيه التحذير من إحداث البدع في دين الله عز وجل، ومن ذلك الاحتفال بالإسراء والمعراج، فإنه لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه ولا من فعل القرون المفضلة، وإنما هذه محدثات حدثت في المتأخرين استحسنوها وتعلقوا بها، لأن الشيطان يزين لهم البدع والمحدثات وهي تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى ويعتنون بها ولا يؤجرون عليها. الإسراء والمعراج لا شك أنه آية من آيات الله ومعجزة من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نزه الله عن ذلك في كتابه الكريم ممتنا على المسلمين بذلك، لكن لم يشرع لنا الاحتفال بهذه المناسبة، ولا بمناسبة المولد النبوي، ولا بمناسبة ليلة القدر، ليلة القدر، إنما هذه إحداثات أحدثها الفارغين من الناس الذين يتلقفون مثل هذه العوائد ويعلمونها من الدين وهي ليست من الدين. الواجب على المسلمين أن يتمسكوا بسنة نبيهم كما أمرهم بذلك، وسنة خلفائه الراشدين، وأن يتركوا ما أحدث مما ليس له دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإسراء والمعراج لم يثبت تحديد وقته، ولو كان لنا فيه مصلحة أن يشرع لنا بمناسبته احتفال العبادة لبينه الله لنا ولبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، حدد اليوم أو الليلة، حدد الليلة التي يقع فيها الإسراء والمعراج. إنما هذه تحريات المؤرخين، حتى لو ثبت أنه في ليلة معينة فإنه لا يجوز لنا أن نعمل في هذه الليلة إلا ما شرعه لنا ربنا وشرعه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
ولم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في هدي السلف الصالح شيء من هذه الاحتفالات البدعية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إحدى المسيح صالح أنا أصلي العشاء ثم ركعتي السنة ثم ركعة واحدة الوتر وأدعو دائما بدعاء القنوت، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح الحمد لله، وهي أقل وتر، أقل وتر ركعة واحدة، وأدنى الكلام ثلاث ركعات، وأعلاه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل 12 ركعة أو 13 ركعة، وما بين ذلك فله أن يوتر بثلاث، له أن يوتر بواحدة وهذا أقل الوتر، وله أن يوتر بثلاث ركعات، وله أن يوتر بخمس، وله أن يوتر بسبع، وله أن يوتر بتسع، وله أن يوتر بإحدى عشرة، وله أن يوتر بثلاث عشرة، وله أن يصلي من الليل ويتيسر له ويتهجد ويختم صلاته بالوتر. الأمر يوسع ولله الحمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول ألاحظ بعض النساء يلبسون الحجاب ولكن دون تغطية الوجه، فقط يغطى الشعر وتلبس الثياب الطويلة والعريضة، ويقولون أن هناك حديث معناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز بيان الوجه بالنسبة للمرأة، هل هذا صحيح؟ أم أن حجابنا على الصورة التي ذكرناها خطأ؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الحجاب هو تغطية جميع بدن المرأة عن الرجال الذين ليسوا من محارمه، بما في ذلك الوجه والكفان، فإن الوجه أعلى من الفتنة ومحط الأنظار مركز الجمال، فتغطيته واجبة. الذين يقولون بكشف الوجه والكفين يخطئون في هذا القول، ليس معهم دليل، الدليل يدل على وجود الحجاب لجميع الجسم المرأة عن الرجال، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحين أتهل مرة من الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاء يدينا كشفناه، فهذا دليل على أن المرأة لا تكشف وجهها عند رجال ليسوا من محارمها، لأن الوجه هو أعظم مواضع الفتنة وتعلق الأنظار بالمرأة فتغطي وجهها، بل إن تغطية الوجه أولى من تغطية الشعر وتغطية القدمين لما في الوجه من الفتنة الشديدة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا هذا، أشار إلى وجهه وكفيه، فهذا حديث ضعيف لا يصلح للاستدلال بشدة ضعفه، وفيه انقطاع في سنده رواة ضعفاء، وفيه انقطاع في السند، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض الأدلة الدالة على حجاب الوجه. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وإدناء الجلباب هو أن تغطي وجهها به، هذا هو معنى الإدنى، تغطي وجهها به، لأن عليه من الجلباب كان على جسمها وعلى رأسها وعلى كتفيها وعلى جميع جسمها، فأمرت أن تدني منه على وجهها عند الرجال، ولقوله تعالى لم يضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمر جمع خمار وهي ما يغطى به الرأس، أمر الله أن يسدل على النحر، ومن لازم ذلك أن يمر بالوجه، يسدل على النحر، من لازم ذلك أن يمر بالوجه، لأن الوجه أسفل من، لأن الوجه أعلى من النحر، فمن لازم ذلك أن يكون السبل مغطيا للوجه والنحر، نعم. ولأنه إذا أمر بستر النحر فإن ستر الوجه من باب أولى لشدة الفتنة بالوجه، ولقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والحجاب شامل لتغطية جميع جسم المرأة، وهو ما يستر المرأة من باب أو جدار أو لباس، الحجاب شامل لجميع ما يستر المرأة ويعيها عن نظر الرجال، وهو وإن كان يريد الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن التعليل شامل لغيرهن، لقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولا شك أن كل مؤمن ومؤمنة
يحبان طهارة القلوب، فعلل الحجاب بأن فيه طهارة للقلوب، وهذا يشمل جميع المسلمين رجالا ونساء، كلهم يريدون طهارة القلوب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. وجد في بعض كتب طلاب العلم من المعاصرين لهذا الزمان، وجد لهم قول يشبه ذلكم القول، وهو عدم وجود غطاء الوجه بالنسبة للنساء. ما قولكم لهؤلاء الطلبة المعاصرين، وما قولكم لمن يقتدي بهم؟ جزاكم الله خيرا. هذا قول قديم، بقول أن الوجه يتأثر من المرأة ليس بعورة، ألا قول قديم قال به بعض الفقهاء، وهؤلاء المعاصرين يقيدونهم، وأيضا يريدون أن يفتحوا للناس مجالات التوسع والرخص، فيتلمسون كل ما يرون أن فيه ما يساعدهم على هذا المقصد، ولو كانت أقوالا ضعيفة وأقوالا مردودة، فهم يبعثونها وينشرونها دون أن يبينوا مستندها أنها مستند صحيح، ودون أن يقارنوا بينها وبين ما يخالفها ومعرفة الأدلة، وإنما همهم فقط الحصول على هذه الآراء ونشرها دون نظر إلى مستندها، وهل هي صحيحة أو غير صحيحة، وهل لها دليل واضح أو ليس لها دليل، وهذا من ابتغاء الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والواجب على طالب العلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يفتي بقول إلا ما يعضده الدليل الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يكون في ذمته ويتحمله يوم القيامة. هذا الذي يبعث للناس الأقوال الشاذة والتي فيها فتنة للناس، وتبعث على التساهل في أمور الدين، هذا يتحمل ما يقوله يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وشك أنك لو فتشت في الكتب ستجد أقوالا كثيرة غريبة وتتعجب كيف تصدر من بعض الغلل، ولكن الله جل وعلا لم يكلنا إلى أقوال الناس، وإنما وكلنا إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا. فلا يقبل من الأقوال إلا ما يعبده الدليل الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لهم سؤال عن قص الشعر وعن حلقه أثناء الدورة الشهرية للمرأة، هل يجوز أم لا؟ يريد أن قص شعر الرأس؟ لا أدري. كان يراد قص شعر الرأس وحلقه أيضا. حلقه محرم بلا شك، لا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها إلا للعلاج في فترة الحوض أو غيره، وفي فترة الحوض أو في غيره، إلا لعلاج يقتضي حلقه أو حلق شيء منه، توقف العلاج على ذلك. فهذه ضرورة، أما حلقه لغير العلاج فهو حرام بإجماع أهل العلم. طيب. والمرأة أمرت في تحلل من الإحرام بحج أو عمرة أن تأخذ من رأسها قدر أنملة، أمرت بالتقصير فقط قدر أنملة، يعني حلق في حق الرجال أفضل من التقصير. والمرأة قصرت على التقصير فدل على تحليل الحلق، وكذلك قص بما يشبه رأس الرجل هذا حرام أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، فإذا قصته على شكل يشبه رأس الرجل فهذا محرم شديد التحريم، وممعونة من فعلته لأنها متشبهة بالرجال. وأما قصه فيما دون ذلك، قصه فيما نزل عن الكتفين، فهذا إن كان بحاجة كأن يكون كثيفا ولا تستطيع إصلاحه ويشق عليها، فلا بأس أن تخفف منه بحاجة كما فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. إلا إذا كان من مجرد الزينة والتقليد والتشبه الكافرات هذا لا يجوز، لأن جمال المرأة في بلائدها وفي بقاء شعرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام
أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.